بنود. طب ما تيجي نعرف ايه البنود، ايه رايكم؟ عايزين تعرفوا البنود ولا مش عايزين؟ طيب خلينا نعرف البنود واحده واحده. اولا طبعا بند الثمان سنوات، اذا اقرت الجمعيه العموميه ده ما عندنيش اي مشكله، ما فيش اي مشكله. بس ليه بقى بند الثمان سنوات عايزين يلغوه؟ هقول لحضراتكم ليه. لان في اربعه من اعضاء اتحاد كره القدم اللي متواجدين في الدوره الحاليه لا يحق لهم الترشح، لان هيبقى بقى لهم 8 سنين دورتين متتاليتين او دورتين 8 سنوات. طبعا كابتن احمد مجاهد او الاستاذ احمد مجاهد والاستاذ سيف زاهر وكابتن عصام عبد الفتاح والكابتن خالد لطيف. الاربعه دول لا يحق لهم الترشح في الدوره القادمه، وبالتالي حامي الحمى عايز يعمل ايه؟ عايز يمرر بند الغاء الثمان سنوات بحيث ان هي تمشي في اطار ان احنا كلنا مجموعه واحده ونتكل على الله ونفضل مع بعض. طبعا في ناس هتعترض على الغاء بند الثمان سنوات، لان مثلا واحد زي الحاج محمود الشامي احد اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم السابق لم يترشح لهذه الدوره بسبب بند الثمان سنوات، وبالتالي هيعترض على وجود بند الثمان سنوات او الغاء بند الثمان سنوات. طيب فزي ما بقول لكم، هو الراجل قاعد بيفكر لمستقبله ولمصلحته، بيفكر وبيخطط لمستقبله ولمصلحته مش لكرة القدم المصرية أبدا، وبالتالي بيعمل إيه؟ قال لك طب ماشي، إحنا هنعمل بند تاني. اسمعوا بقى البند التاني وهقول لكم ليه البند التاني معمول. عايز يضيف تعديل أن من يعمل 5 سنوات إداريا في اتحاد كرة القدم يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة حتى لو لم يمارس كرة القدم. تاني عايز يضيف تعديل، ايه التعديل بقى اللي عايز يضيفه؟ ان من يعمل 5 سنوات اداريا في اتحاد كره القدم، يعني اللي يشتغل 5 سنوات في اتحاد كره القدم اداريا يحق له الترشح في الانتخابات المقبله حتى ولو لم يمارس كره القدم. ليه هو عايز يمرر البند ده او يضيف هذا التعديل في التعديلات المقترحه على الجمعيه العموميه؟ هقول لحضراتكم ليه. العضو ده زي ما قلت لكم لو تم رفض الغاء بند الثمان سنوات يحصل ايه؟ يحاول يقنع اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي اللي انا عارف ان هو عنده نيه ان هو يترشح لاتحاد كره القدم اذا تم اقرار هذا البند، فبالتالي ايه المنصب اللي هيخلى؟ ها؟ المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم او السكرتير العام للاتحاد المصري لكره القدم، وبالتالي يقول لك ايه؟ طب خلاص بقى، يبقى ما مرش بند الغاء 8 سنوات او مر بند الغاء 3 سنوات ولغوا، لم يتم الغاء بند 8 سنوات وبالتالي دخل النقطه دي، او يبقى موجود في الاتحاد وخلاص، او يبقى موجود باي طريقه، مصلحتي مستقبلي اشوف مستقبلي ومصلحتي وبعد كده، لان انا اللي عارف كل اللوائح وعارف كل القوانين، محدش عارف حاجه، الناس كلها ما حدش عارف حاجة، أنا اللي عارف كل حاجة. هو بيفتكر كده يعني، إن هو عارف كل حاجة. وخلي بالكم هنا هيتغير منصبه من إيه؟ من حامي الحمى للمدير التنفيذي بقى. كل حاجة بقى. هو اللي بيمضي على كل الورق اللي داخل واللي طالع، هو دلوقتي يعني موجود لكن إيه؟ ما بيمضيش، لكن موجود في من الصبح لبالليل مفيش مشكلة خالص. والله العظيم الواحد بيشوف حاجات غريبة جدا جدا. مصلحتي مصلحتي مصلحتي، طب فين يا ابني، فين يا جماعة مصلحة كرة القدم المصرية؟ موجودة، هنشوفها بس بعدين، هنخلص بس الثمان سنوات والخمس سنين اللي عايزين نعملهم دول عشان ندخل ثروت سويلم يبقى عضو اتحاد كره واحنا نتصرف، بعد كده لما اجي ابقى بقى مدير تنفيذي ابقى احل لكم موضوع الكوره والكلام اللي انتوا عمالين تقولوه واللوائح والاهلي والزمالك والمش عارف ايه والكلام ده كله. كل واحد بيخطط زي ما هو عايز، دماغه فين؟ مستقبلي فين؟ ها؟ طيب البند اللي بعد كده عايزين يعملوا ايه بقى؟ عايزين يعملوا عشان ضمان النجاح في الانتخابات القادمة، عايزين يعملوا ايه؟ نظام الانتخابات بالقوائم، بمعنى ايه؟ بمعنى ان القايمة مهندس هاني ابو ريده مثلا معاه 7 أو 8 أو 9 اعضاء، التسع اعضاء اللي يخش ينتخب القايمة، ما ينتخبش التسع اعضاء فرديا، لا.
مش يبقى مثلا هاني ابو ريده، احمد شوبير، سيف زاهر، حازم امام، خالد لطيف، لا انتخب قائمه هاني ابو ريده مثلا، قائمه فلان الفلاني، قائمه فلان الفلاني، ثلاث قوائم هم اللي بيتنافسوا. القائمه الاولى هاني ابو ريده، القائمه الثانيه كذا، مش فارق بقى الاسماء اللي تحت مين. فطبعا الناس كلها عارفه ان قد ايه المهندس هاني ابو ريده شخصيه محترمه، وبالتالي يقعد يقول لك ايه، طب ما احنا نروح لهاني ابو ريده. واغلب الجمعيه العموميه او هم متخيلين كده، او هو حامل حمى متخيل كده، متخيل ان هو بصلته باعضاء الجمعيه العموميه هو نجح بالعافيه يعني، بس ماشي، هو متخيل ان هو بصلته باعضاء الجمعيه العموميه هيقدر يمشي كل حاجه ويعمل اللي هو عايزه عموما. وبرده هناك بعض المطالب الاخرى من انديه القسم الثاني والثالث زي ما قلت لحضراتكم، ان هي طالبين انهم يحصلوا على 15% من دخل اتحاد كره القدم، بما يعني ان كل نادي في القسم الثاني قد يحصل على 800,000 جنيه في السنه، وايضا القسم الثالث يحصل على كل نادي تقريبا على 250,000 جنيه. ماشي، ده كلام مشروع يعني، الناس في القسم الثاني والثالث بتبقى الله يكون في عونهم يعني، الله يكون في عونهم. طيب بما اننا بنتكلم عن اتحاد كره القدم، خلينا نعرف برضو ايه اللي